بعد مطالبة معتادة بسرعة إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، يقر المجلس الأعلى للدولة في بيان له بشأن ما صدر عن قمة الترويكا المنعقدة في القاهرة أن الأجسام السياسية الشرعية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات هي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مستهجنا ما وصفه بالزج بالمؤسسة العسكرية كمؤسسة موازية وليست تابعة، ما يمثل تهديدا لمدنية الدولة حسب تعبير البيان. سرعان ما يناقض بيان المجلس الذي يقوده المشري نفسه، فبعد وصف الجيش الوطني بالمؤسسة العسكرية يستدرك ليطلق عليه ميليشيات حفتر، رافضا أي مبادرة لوقف إطلاق النار في الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة لا تشترط عودة ما وصفها بالميليشيات إلى أوكارها التي انطلقت منها ومعاقبة المعتدي حسب رغبة كتبة البيان. بيان أعلى الدولة يذهب بعيدا في لغته الحادة برفض أي حل سياسي يكون فيه القائد العام المشير حفتر جزءا منه، واصفا المشير بمجرم الحرب وكونه مطلوبا للعدالة بعد عمليات العاصمة التي حددها أعلى الدولة محاولة انقلابية على السلطة المدنية الشرعية بقوة السلاح. البرلمان الذي يعترف به أعلى الدولة في بيانه كبرلمان شرعي من مخرجات اتفاق الصخيرات هو من أعطى الشرعية والتكليف للجيش الوطني لمحاربة الميليشيات المدنية وقوى الإرهاب في بنغازي ثم درنا وتحرير الهلال النفطي من عصابات الجذران وطرد سرايا دفاع بنغازي من مدن الجفرة ثم تطهير الجنوب من قوات المعارضة التشادية والعصابات المحلية التي تمتهن الخطف والحرابة، وأخيرا وليس آخرا عمليات طرابلس عبر غريان لاسترجاع الجيش لمقاره ومعسكراته ووضع حد لتغول التشكيلات المسلحة المدنية التي صارت عبئا على حكومة الوفاق نفسها والمعرقلة ومن خلفها رموز سياسية وأخرى أيديولوجية لأي اتفاق سياسي وأي استحقاقات انتخابية نحو الاستقرار والوفاق الحقيقي للملفق.